أمامهم بتروس وعبد الله الخيبري، أمامهم جوليانو وأحمد موسى ويحيى الشهري الذي يعوض غياب نور الدين مرابط للإصابة، لكن أول من نزل إلى أرضية الملعب هو من؟ هو عبد الرزاق حمد الله هداف الدوري. المحاولة تعود للخلف عند الخيبري، لمسة على طول مع حمد الله، انطلاقة نصراوية والكرة بتوصل فيها خطأ تم احتسابه لمصلحة النصر ومن نصيب جوليانو. حكم اللقاء السيد فيكتور كاساي يستدعي العلاج مباشرة. حمد الله، حمد الله واقع على أرضية الملعب للجانب الأيمن. سلطان الغنام لا أبالغ لو قلت أنه أفضل ظهير أيمن في الدوري هذا الموسم. سلطان بيحول كرة لكن الكرة بعيدة. شوف الكرة الماضية، ياسين حمزة، ياسين حمزة وجوليانو، القدم بقدم، السقوط على الأرض، وهكذا وقع في هذه اللقطة في هذه الصورة جوليانو، وحصل اللورد على ركلة جزاء، ركلة جزاء. إنه يتجه إلى الهدف رقم 28 ويصبح على بعد 5 أهداف فقط من الهداف التاريخي في نسخة واحدة في الدوري. البرق حمزة، عندنا القناص، عندنا الفتاك، عندنا المهاجم الذي لا يرحم. أمام مين؟ أمام ماكسيم كوفال يفتتح الأهداف أمام الفتح. نعم، لا، العارضة قالت لا، العارضة عارضت قولي وقالت لا. العودة من القائم طبعا فيها خطأ وركلة حرة غير مباشرة، وبالتالي قرار الحكم سليم. وفيكتور كاساي مصحصح من البداية، هو لعب الكرة في القائم. النصر حمد الله بيضيع ركلة جزاء، وعشاق الفتح وغير عشاق الفتح وداوها بالتي هي الداو. المرتدات حل أمام الفتح، حل أمام الفتح. أوه، حمد الله، حمد الله في هجمة مرتدة مرت بجوار القائم، مرت بجوار القائم. ماكسيم كوفال يعاني من إصابة يطلب العلاج. الله على حطة جوليانو، والله كذلك على الاستلام، ثم المرمى انكشف، لكن كانت تغطية اللاعب في الوجه. أتحدث هنا عن المدافع ياسين حمزة، كان يفترض على عبد الرزاق حمد الله. كلهم يتقدمون في هذه اللحظات من أجل البلوغ. الكرة كادت أن تبلغ الهدف، مرت من أمامي مرمى جونز، الخطر لا زال قائم، والعرضية هذه المرة انبرى لها مايكون ويخلص الدوري. لكن مين أقرب ومين يترك بصمة ومين يصل؟ يصل حتى الله، يصل جول الفتاك حمد الله، يصل إلى الهدف رقم 28 ويصبح على بعد 5 أهداف فقط من البرق حمزة. الهداف حمد الله يسجل للمباراة 11 على التوالي. يا له من قناص الفريق ويا له من هداف رائع. التمركز، طلب الكرة، وبعد ذلك الهدوء في التعامل. شوف الهروب، كسر الأوفسايد، طلب الكرة، حط الكرة، حمد الله عداها جوليانو، اتهيأت إلى حمد الله. وهكذا عشاق العالمي يقولوا حمد الله، حمد الله، حمد الله. التقدم للنصر، الله الله الله، يضيع ركلة جزاء لكنه لا يضيع الفرص. وكان أول الحاضرين، الكرة من جديد على طول، أول الحاضرين إلى أرضية الملعب، يلجح بالدا. أوبا أوبا، الله يا جونز، الله على لقطة كانت في خطأ، في خطأ، في خطأ على ماتياس إجراي في هذه اللقطة، وبطاقة صفراء على ماتياس إجراي في هذه الآونة. بطاقة صفراء على الأورجواني ماتياس إجراي.
النصر يتقدم بهدف مقابل لا شيء، لكن في لقطة حلوة كانت. شوف هذه الكرة اللي حاول يمر فيها، وهكذا المرور، وبعد ذلك حكم اللقاء وجد فيها مثلا اعتراض لطريقة ماتياس. هذه التسديدة الحلوة، هذه التسديدة الحلوة، وهنا ردة فعل براد جونز الحارس الذي لم يختبر هذا الاختبار الأول، ويعطي التقدم. الكرة خطيرة، موسى، موسى جول، الله وفي صفوف العالمي. الله على الاستقبال، الترويض، الهدوء، يا اخي لعيب، يا الله 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 الله، هدف جميل، هدف رائع، هدف فريد من الفريد احمد موسى. الله يا كبير، الله ابا على الصدر، لها معنى، وما بين اقدامه لها معالي العزم، لها معالي العزم. ضخم الجثة، عريض المنكبين، هذا مايكل، لكن عندنا الآن جول، جول، الله، روائع العالم، لا حدود لها، روائع العالم، لا حدود لها، ختمها جوليانو بأحلى جول وأحلى هدف في أحلى مكان، والعالمي الآن في أحلى مكان، في الصدارة، الصدارة في بلاط الأصفر هذه الليلة، الصدارة في بلاط الأصفر هذه الليلة مؤقتا. شوف جوليانو، الله على التسديد، الله 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 الله، هذا النصر، وهذه روائعة، وهذا اللورد، وهذه فنياته وأهدافه. اللورد عمر، الليلة انتهت من شوط واحد باسمه واسم حمد الله واسم أحمد موسى. بتروس، بتروس شايل النصر على أكتاف يا الآن، الله، إي والله، إي والله، آخر سلطنة، السلطنة، النصر سلطن بآخر سلطنة، الله يا عالمي، إي والله، أرضا ومدرجا، ليلة الفن والمتعة والطرب والصدارة النصراوية، وبالأربعة العالمي، ما أربعة، الله على حطة العازف يحيى الشهري، والله على ثنائية موسى وحمد الله، الهدف رقم 29 لنجم رقم 9، الله على هذا الأداء وعلى السلطنة والمتعة النصراوية الجميلة. الهدف الرابع، رائع يا نصر، رائع يا نصر، اطربني وامتعني يا حمد الله، يا موسى، يا حطاتك يا يحيى الشهري، ابد ما فيها تسلل، هذه الاولى ما فيها تسلل، الثانية ما فيها تسلل، حمد الله كانت الكرة متقدمة على حمد الله وما فيها تسلل، وبالتالي هكذا وضع الكرة في القائم ثم إلى الشباك. السهلاوي وعشاق النصر لاعبين الكرة من جديد للجانب الأيمن، هدف ولو شرفي، ماتياس بحول، الإبعاد جاء في التوقيت المناسب، ومن مين؟ من رأس برونو، رأس برونو أنهت الأمور، والكرة الماضية كانت قد حولت إلى ركلة مرمى لمصلحة النصر. صار عنده 63 هدف، الهلال عنده 62 هدف، وبالتالي صدارة بس نقاطيا وأهدافا أمام الهداف الصعباوي، بحثا عن الهدف الخامس، الخامس، ركلة جول، جول.
سحر نصر، سحر نصر، ويضرب بالخمسة ويقولها ويعلنها: أنا النصر، أنا الشامخ، أنا النصر، أنا الشامخ، أنا النصر، أنا الشامخ. بالخمسة وبكل شموخ أحمد موسى بيفوت ويعدي من الحارس، أوقعوا حمد الله، لكن النصر لم يقع والصدارة لم تقع من جيب فيتوريا. لقد عادوا على طول لأقصى الجهة اليسرى، ترسل من جديد وخطيرة وتذهب الكرة إلى ركلة زاوية. الدوسري يستعد للنزول، الكرة تتسدد سليمة على مرمى براد جونز. اليوم مرتاح الزقعان براد جونز، هذا أول تحديد في الشوط الثاني حقيقي، وعند محاولة كانت فقط تسديدة جاءت من نيكيتا. بقي في الأحساء الآن المحاولة والتسديدة، أوبا! هذه ليلة موسى، وإن نجح ماكسيم كوفال في إنقاذ الكرة، لكن أحمد موسى، هذا هو موسى الذي بدأ الدوري وبعد ذلك غاب أداء. الخمسة لموسم يضرب فيه النصر بخمسة تلو الخمسة، كرة على طول فيها خروج وركلة مرمى لمصلحة الفتح. تهانينا لعشاق العالم، تهانينا لهذا العرض الجاد، لهذا الأداء الجاد. فيتوريا قال علي أن أستعيدها فاستعادها بضربه بالخمسة. الآن كرة بتصل إلى ماكسيم. التحرك الآن حاضر من إبراهيم الشناحي، بعرض الكرة توصل سهلة عند براد جونز، والانطلاقة للفتح هدف شرفي. الخمسة توجع، الخمسة تؤلم، الخمسة يا فتح الآن، وهذه أيضا مرت، لا شرفي ولا غير يا جواو بيدرو. انتهى الكفاح الفتحاوي في مباراة اليوم أمام فريق لا يقهر، لا يقهر. هذه الرأسية من جواو بيدرو.